الحالة المزاجية والبعد عن الاكتئاب على علاقة وثيقة مع المعدة والطعام الداخل إليها، هذا ما تؤكده دراسة برازيلية جديدة. الدراسة تقول إن النباتيين يعانون من نوبات اكتئاب أكثر بمرتين من آكلي اللحوم، مؤكدة وجود ارتباط بين الاكتئاب والنظام الغذائي الخالي من اللحوم. ولم توضح الدراسة نوعية الارتباط والعلاقة السببية بين آكلي اللحوم وعدم الإصابة بالاكتئاب. إلا أن الدراسة الجديدة تؤكد دراسات سابقة ربطت بين الحميات الغذائية والحالة النفسية. ما العلاقة العلمية الطبية بين الاكتئاب والأشخاص النباتيين كما تقول الدراسة؟ هو إن عمل recent analysis هلأ لmany studies وأكتريتهم فرجت إنه يس في عنا relationship بين الvegan والvegetarian مع الdepression والcauses mainly هن لأنه الأكل الvegan أو vegetarian mainly بيكون ناقص فيتامين B12 وأوميجا 3 اللي هن بنشوفهم او بيطلعوا لنا بس من الاكل الحيواني. سو مش هيك الفيتامين بي 12 والاوميجا 3 هن ريليتد للبرين فانكشن للفانكشن تبع الدماغ تبع الانسان. هدول اللي بيكونوا ناقصين بالدايت بلان تبع الفيجن وفيجيتيريان، وكمان الحديد ما بيكون كافي. وفي عنا دراسات فرجت انه في ريليشن شيب بين نقص الحديد والديبرشن. فمش عنا هو ثلاث اسباب اساسيه بتخلي انه الفيجن او فيجيتيريان يكونوا معرضين اكثر. ما عم نقول انه هن 100% ضروري يكونوا ديبرست او انكزايتي اكثر، بس معرضين اكثر للديبرشن.